ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. عدة دراسات انتشرت بفترات مختلفة بتربط بين الفقر والجريمة، وهذا الحكي صحيح نسبياً بس ما بينطبق على كل أنواع الجرائم. يعني ممكن ينطبق على جرائم السرقة والنهب وحتى القتل، بس مو بالضرورة ينطبق على جرائم الفساد والرشوة، وأكيد ما بينطبق على غسيل الأموال وتزوير العملة وانتحال الشخصية. طيب يا ترى جرائم الشرف إلها علاقة بالفقر وبالوضع الاقتصادي؟ للأسف الدراسات والإحصائيات اللي بتتعلق بهذا الموضوع كتير قليلة. منها دراسة عملت بالأردن سنة 2009 من إعداد المركز الأردني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، وهي هيئة بحثية مستقلة. كانت نتائج الدراسة إنه جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف بتتركز بالمناطق اللي بيتواجد فيها أعلى نسب للفقر، مثل المناطق الجنوبية يلي بتوصل فيها نسبة الفقر ل 28% من إجمالي نسبتها بالأردن. وذكرت الدراسة إنه 16% من مرتكبي هاي الجرائم هنن فقراء، أما الضحايا ف 73% منهم فقيرات وضعيفات اقتصاديا. وأضافت الدراسة إنه 81% من الضحايا عمرهم أقل من 30 سنة، و 8% منهم حاصلات على شهادة الثانوية العامة، و 18% عاملات، و 82% عاطلات عن العمل. أما مرتكبي الجرائم فالتحصيل العلمي ل 92% منهم أدنى من الثانوية العامة. هاي الأرقام كلها بتوصلنا لنتيجة مهمة، إنه جرائم الشرف بيجي ارتباطها بالفقر من ارتباطها بالجهل. يعني المناطق الفقيرة بتكون غالباً مالها مخدمة من الناحية التعليمية، مثل قلة المدارس وسوء الكادر التعليمي وعدم وجود النظام والانضباط والمتابعة للطلاب وغيرها طبعاً. وبالتالي عدد كبير من أبناء وبنات المناطق الفقيرة ما بيتلقوا تعليمهم، وحتى حملات التوعية قليل لتوصل لعندهم. طبعاً هذا كله بعكس المناطق الأفضل على المستوى الاقتصادي. لهذا السبب من السهل إنه أبناء المناطق الفقيرة يتقبلوا الأفكار المتخلفة السائدة بمجتمعهم، لأنه ما عندهم فكر ووعي ونضج كافي ليرفضوها. وبالتالي كل ما استمر الفقر واستمر الجهل رح تستمر هاي العقلية، ومحاربتها ومكافحتها المفروض تجي من الأساس، من التعليم والتوعية. الخلاصة، الفقر ما بيرتبط ارتباط مباشر بجرائم الشرف، ولكن الجهل يلي أحياناً بيكون نتيجة للفقر هو واحد من أهم أسباب جرائم الشرف. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.